الاختلاف من الان رمضان محمود عبد الرازق. في الساعات اللي فاتت تصدر اسم الشيخ رمضان عبد الرازق مواقع التواصل الاجتماعي، وده بسبب الهجوم عليه. يا ترى ايه هو سبب الهجوم عليه، وايه هو رد فعل الشيخ رمضان بعد كل الانتقادات دي؟ نشر كتير من جمهور الشيخ رمضان عبد الرازق بوستات كتير فيها هجوم كبير عليه، وده بعد ما ظهرت بنته نوران خلال حفل زفافها اللي اتعمل من كام يوم وهي من غير حجاب، مع انها مش اول بنت شيخ ولا داعية اسلامي تظهر من غير حجاب، وده اللي خلى كتير من الناس تنتقد المظهر بتاعها وتنتقد وتهاجم الشيخ رمضان عبد الرازق، وده بسبب مكانته الدينية. وحفل الزفاف اتعمل يوم الجمعة اللي فاتت داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وكان فيه حضور عدد كبير جدا من شيوخ الازهر والدعاء البارزين، واللي كان من بينهم الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية. كمان كان فيه كتير من الشخصيات المعروفة زي الشيخ محمد أبو بكر والإعلامية لمياء عبد الحميد وغيرهم كتير من الشخصيات المعروفة. وانتشرت كتير من الصور لكل الشخصيات اللي حضرت حفل الزفاف، وطبعا أول ما انتشرت صور العروسة بدأت الانتقادات، وده لأنها ما كانتش لابسة حجاب. وكان فيه كتير من الكومنتات اللي بينتقدوا فيها الشيخ رمضان، فكانوا بيقولوا شيء غريب، الشيخ رمضان ازاي بنته غير محجبة؟ عجائب الدنيا السبع. غريبة بنت الدكتور رمضان مش محجبة. على العموم ربنا يتمم على خير وألف مبروك، كنت بنتظر برنامجك بفارغ الصبر علشان أسمع كلامك، بس نزلت من نظري لما شفت لبس بنتك وشعرها، ياريت تقول مش بنتك أو بنت أخوك مثلا، للأسف ما عدتش هصدق كلامك. وغيرهم اللي قال ألف مبروك، بس إزاي العروسة مش محجبة ودي زوجتك اللي مش لابسة حجاب؟ ربنا يهدي، مو معقول، غريبة شيخ وهيك عيلته. ومنهم اللي بيقول انتوا بتنشروا فرح لشيخ بنته غير محجبة وبتشاركوا في الاسم، ازاي انا اتصدمت بنته غير محجبة؟ الف مبروك، بس معقول العروس غير محجبة؟ شيء عجيب. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون؟ فين نصحك لبنتك على انها تلبس؟ بلاش الحجاب، تلبس حاجة تغطي شعرها على الاقل، وصفوف الرجال محاطة بيها، ينفع كده؟ مين هيصدق كلامك وهيسمعك بعد كده؟ كل راع مسؤول عن رعيته. عموما زواج مبارك ان شاء الله. وطبعا بعد كل الانتقادات دي من الواضح ان مش المصريين بس هم اللي مستغربين، ده كمان كل العرب مستغربين. وبعد كل الهجوم والانتقادات الشرسة لوجهة الشيخ رمضان عبد الرازق، فقال انه متجاهل تماما كل اللي بيحصل حواليه من تعليقات وهجوم.